لكن وحان خبا إنه كل شيء. آه. مركز أرك الدستور ك يا بطلان. يمكن سومالا مركز أرك. وحاد لو سومالا أنا ما أنت. كنت حوارها با إن نفط الله هذا. وحقيقة. وحيرها با إن دول قبل هذا. إن أي آك حرتان. وقفل با إن تقول في ليستو قال إن ورقة قاطو. حلبان كي هير كم متلاي أو هير كاسي إنه متلا رب أي قانتيس قريا يا يا أنا يرجعوا أي رهدا أو أي دورش أي أجهين أو دورش أي إنه مدحوين إنه قنا يعني أي أجهين أو أه إسكو عرشوب كي أن أن ما براها بشتى كم غلط جري إنه يستمع يعني رب هذا دورش دور ده حوله يست دورش والله قبل كرا غفي عاد أو إمام القبلة ده أنتوا بدكم كراسيين عدد سياسيين يا كراسن حديا دي دمر جبلانا ديدن ماي ما ديدن بطلانا ديدن ماي ما ديدن وراح الدولة لما وصلنا عليه وحير ربان بطلان إني عبد الله ديدن إنه قاعد يسكت صمي ما مغلي أفر الدولة الدولة يو دول ديدن ما خلدن ما سوى خلدن هل استيلا خلدن أقول قلنا شركي وسعنا يي مدو تضبها ده أنت أصلا شركة صو إدلان أما بقى أحمد مجال كبحن وحاسوب بحي ورقة إن الإسمري لأيه شركي لبا مال مودنا احمد دي بتجوك وكاها كديو يو مدح كلا دوان الله دري زوزارة يو كحيين جي سالح يقيم كاها يعني والاسمري واي احمد كسمايو آدي حقوق قال باتهاي مودنا سيدي وحقوق موقنا يعني هرتا شركة محوة هاي براها وضا تشتغي قران وشير الدستوري اهو سيدي الدستور وقرأ ايا وضا بكيس كنتن يو كروات الى اللبات ان هاي هذه اي سنة كيب مركو مان dowladaha xubnaha ah dowlad federaalka Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliya waa dastuuri si markaas loo hadlo midnimada dalka baadal qaaday inkastoo aan rabin inaan dib u laabano shirki golaha wada tashiga kankii horeeyay Ciidane uu ka maqnaa qodobada la isku waafaqay adaa soo tiray dib ugu laaban maayo laakiin waxa kamid ahaa doorasho dalka inay ka dhacdo sharciyana waxa qornaa bisha July in golaha deegaanka doorashadiisa maamul goboleed ay ka dhacdo mana ma qabsoomin madana qodobkii golaha deegaanka dib u eeshay ka baxday dhamaan waxa beesha ka baxaya qorshihii doorashada loo dejiyay miyeen ahayn hata dalka wuxuu galay dagaal oo shabaab sawta ay maamul goboleedka qaarkood waqti dhaaf u noqdeen waxa weeye dalka mar hadii shabaab dagaalkood lagu jiro oo hadaba taa meelaha qaar uu ka socdo wax badan baa yaacna runtii isbedeli kara waxaad ogtahay 280 goobood oo aanu imtixaankii dugsiga sare u qabtay in shabaab laga faramaruuji ama laga xurey dalka dagaal ku jiray dagaalkan wuxuu ka mid yahay iyo masiibada dabiiciga waxyaabaha doorashooyinka dib u dhigay ku mid yahay madashan heshiis bay ku ahaayeen in hawshaasi in la qabto iyo laftooda dowlad goboleedada waajib bay ku ahaayeen oo dowlad dhex xakiriix waajibkaas ma lahayn hadda marka waxaa dhiman oo hadda ku jiray shirkan in muddo sanad gudaheed ah يعني دورشوين كا دورت قبل يديا أو أي كبلاغين يسبوا حد ديغان كا وإن إن سنة كدب ما يحد إن إن هذا هذا لدرجة جليو لكن وقت قال قرشين وين برايك بيجان ليش أو أه إن يعني دي بحرين أنت كده من ذلك أنا له حريه دورشوين كهير معناها قرط ديغان يهير استيدنا يعني آد هو هاي دردرجين عرس لغو سمايو شيء عثمان مركا دولد الحين وقت هاي هذا لبسنا يعني واحد أما خلصنا جديد دولد أما لبسنا واحد من أي هذا وقت هذا كهري دولد قبل هذا دولد مير على هش شبابا وقت هذا دولد مية هاي واي مركا واسد حد دولد قبل هذا أي هذا وقت هذا الماضي واي مركا حاسب ليه أنه سياسة ده هاد إيجار وحي مركاسي الصور قلها يا لقطها واي وما سنتها اسمان برقدومي وحن ربا سيدي مر مرسيه كنا قن كرتا دل كدجال وجرا شباب على الله دجال ما إياه ما لنتي الشركة اللي قبلنا أي أو هاي مدة سنة كهر شباب سيدنا دل كويستين مية كإن الله أيه ما ده حدا ما مر قبل يديد الدولة ده لحق أقولها وتشي قرن كل سكوير هذا إن دول فربنا الصوم عليه قيب كا الشباب هاي ستان أنك ودرو حل لي هاي لبك معها دل كدور شقف إن يكن عذاء قف يعلى وجدد وحيت هاي دور شهر إن عكرر إن يكن عذاء حتى هداد مغشيد ما يحاولين حسي يقول حب اللعبي وحكا بدل كالدستور كأيوم هو هاي دور هاي غف يعود كا انتي اصن هالسنة جارين ايوب اللعبي
حليه كرا دورش نعكره دورش قف السجا أوصى ما يستيو وحي هذا عد كلا أيش كله ترتمينين أي على ليه كلا أما السجا شروع ده دجار أوصى ما يستي ما راح دي دا معلمه يعني جرها وتشجع أي بلابن أي شيء شريك ولا بلابن أيان دل كم يا رب ذنب عن ما أنت أي نصورقشان إن روقبته هاي هذه امتحانات أما إن أي أي دول دجارته أما إن شعب كده سيح الريد أي أنه لا أي أن هو أن على ذان أي صندعين أي واحد بدن بالغبتي رنتي دولة قبل هذا هوا أبدنا على أنا هير شلال يو جلبدو أما سنتا يو جب الله رهد لفت تلعب قاعد أي أنا أعز لي هاي أنا دل كان ودل لباتن سنة أي ضد أي جحس هاي ست مركا حد يجرب وليس فربا أي إيمان هاي لكن خطة لقال كدول ده وإن أي أعداد دور الشق في عدة أنت صور قلك سومالي وحلوق يا سيديد يتبن من هذا سليه هذه مركة دل كانوا أي كعودة يسو أما شن ملين أما ليح ملين أي كعودة يعني وحليه كرا دل سومالي هرمرو قاري واي وحان سومر من اللبا دي كون دول دي عرتة يتي انجيدة أي دو أضيء وحقورا يا سومر ولكن يقولون ان الناس 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 يعني ان الناس يقولون 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 ان الناس شركان مركان أني ما أنه قاله هو كسوة قيم قلي قلت لأن كي هرب مجوجين أحمد إسلام أو جب اللان أو شركي هرب قيب كأها يو حسو جيري إني سنسو ينكر محيا لها قال دور الشقو في عودة إن لقاها الله ديلا ربنا شركة وإن لسوف الإيسيا ما مولا ذا ما قلنا وبنت لأن قيب كتاي إسي سيو سيكو ميل قار أنا ما مولا إي شان تنقف إني سنقو أن قادن كريم أركتدا أحمد إسلام أمو قطة بنت لأن أمو قطة سومالي لان اوغنا دولادا هالكي كلا جوغان قوانك دولادا دحي لنا عكلي جيد اي وحكا وضاء هدي لنا عكلا لو جيدي اي وضتشي قنان كسيد اللو ويري لو وضتشي هذا محاكو جبن دل كان 4.5 وحلو غيبيو لكن هدلا دستورو ليا هي وهير فدرالي هير دولة قولادا دولة قولاد مانتا دولة قولاد وكيل كأنا هدا ودودي كرتاهو مجرتو waxaan rabaa markaa inaan ku sheego dalkan waxa mas'uul ka ah shanta dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo gobolka banaadir oo asaga hadda awli aanan helin maxuu ahaa heer aan state aan noqonay SSC khaatumale markii Soomaaliland isqabteen ayaa si dastuurka u qabaa waxa laba sano waxa la hoos keenay dowlad dhexe oo hadda si rasmi ah state loogu dhawaaqay حرام مركي إن أوجاتو شن الدولة جو أفرت الدولة جوبلات الدولة دي ده حي جوبل كبنادر إذا ما هو جرياشي كلا أنت عصونتي ده بطلان وحجار هو أي عدو كويه أما بطلان لو طمنا أي ماشك ما جرت بطلان هريان واحد لي جرياشان دولة جريال كويهين دولة ده حي مترات كويهين شعب كبطلان وشعب وناسن لكن هجان كا هريان وش هجان كبطلان ayaa wuxuu diiday dana asay u gaar ah mar hadii dana asay u gaar ah qof xalin kara ma jirto tan asay u gaar ah maxaad kala jeedaa taa waxay isku qabteen dawladda dhexe ee ra'iisul wasaaraha isku qabteen horyaal u sheegay ra'iisul wasaaraha ayaa isku qabteen madaxweynaha dalka laakiin arintaas wax cadeyn ah rasmi ah waxa madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deen uu hadlay waxa uu sheegay dawladda dhexe inay isku hayaan dana masiiri ee Puntland ay leedahay dana shakhsiyeed san jiray aan hor u dhameystira أرتا سعيد عبد الله الدني قلت له أنا ربا إن دبوا حير أول لابتوب دولدي حسن شيخ كهرة يشتتن
فرولا او مركاسي بلوي المدحوينه حلكسي دغاي وعنها هو قادعي مركي بشي تضبات او يعني سنتي كوباد عبدوي على قاساسين الدول ده حنا في حديث كوجري وين ديستا فرماجا دولة ديسي تنكوها الرئيسي سعيد عبد الله يا حليل كوجري حسن شيخ المانطا وحولي هاي الدلوان حليل كان وجري مجر تمركا وحاد ليه مكرتا انت صدم حل قاس حل اي دور حجر تما احن حل اللي هلا اي دور شا غفي عود ما احن حل اللي هلا اي دور شا دبر ما احن حاد ليه مكرتا مركا حدي قفك إن يريد إصلاح يوفق الغفك هدو ونالك ربو إن ليش يقول ربنا حد يعني ماشي وناس ما أبارك راه أنا إذا ما قرسينا أيو إن يعني إنت سود دولة دولة مر بالليل هذا حرير كان مجري أي دستوري نما غفك إنت عمان كرا ميسكو إيمان كرا واحد مثلان أقار أما دور شاء أما أقار هو مثلاً قرن كصومالي إذا أي يعني لجونتها هي نمجرة. واي. وحي كمتها هي. ما من قبل الجد. ما أي كمتها. أنكو قدر مدة صح. وحي تها. مثلاً أنكو قدر إرهاله هو مثلاً ما من قبل الجد كمتها هي. دولة الصومالية دولة الحب والبرصنة ما من قبل الجد بقى هي. دولة نسك الصومالي قيب بقى قاعدة والدستور كان هدكم يلقاك برلمان كوفريو. هنانك كل دونا مثلاً أي كسر قاعدة برو كو يلبا. والأجا منتلان إلا دقيستو هذا واحد إنه شيء جيسا عبد الرحمن فر ولا واقل دنا عبدولي علي قاس واقل دنا سعيد عبد الله الدني أو الله بترم أهنا واقل دنا منتلان مال دقيستو يا ترى الفري قف كهدو هذا شارك شارك هذا إما كان عن شنا هذا كله بيك منتلان وحي هجاء ولي بقى شعب كسوه ناسه أنا جد أقول دي ملحوين عبد الله يوسف عن كم ده هاي دولة عشان كم ده هاي ودومي محكمة تقول الكيران أحد ملحوين عبد الله يوسف يمحو حي ما أنت أنت كده حيس أما جرى عدم موسى يدور ده حيس ما يقبل وحال هذا مركا بطلان وصح دولة كقبة كهد ويعني مر ميزانية الدولة ده أي بطلان بحنيس أجرت هاي هوا ولا الدولة ده لما وصلنا عليه وحير ربان بطلان إني عقول له إذن إنه قاعد يسكت صمي ما مغلي أفر الدولة الدولة يو دولة ده ما خلدن ما سوى خلدن هل استيلا خلدن من داس أذن كويديني سومال لا فيري سومال لا وإيشو قاره وادل معناها وان يعني ما مر تبشق بوا تبشق هذا وحى ما يكون رئيسي وإذا وإرجع له صاري waxay u baahan tahay taasi daraasad iyo dib u heshiis iyo qancada banka way laakiin waxaan rabaa in ku sheego ha markaad aragto suurka iyo Puntland iyo kan Soomaaliland markaad aragto waxa dhaw ee Soomaaliland ma tahay Puntland waxa la rabaa in dhaqta laga hadlo waa hagaag marka waa danaha Puntland waa dana shakhsiya leedahay dana shakhsiya aad baad u mahadsan tahay dana shakhsiya ha maanin bay dhamaan doonaan Puntland aan ka imaano aad baan uga daahnay waxaan rabnaa biyo dhaca inaan u imaano ah Puntland waa la weesana saanan loo dhaliilay Soomaaliland waa tan hadda aad leedahay tabashe gaar ay qabtaa oo ergiya loo saaray ayadana banaanka taagantaa shalay Muqdisho waxa ka dhoofay Kismaayo tag Ahmed Madow warcad oo Ahmed ka soo baxay ma jiro laakiin wararka hoose ee Shabeel aan helnay waliba aan la hadalay wasiirka warfaafinta ee Jubaland waxa uu sheegay in Jubaland aan lagu qasbi karin doorasho fil Soomaali ay soo naashnaashay xir ay u tahay Jubaland in doorasho ay qabsanayso marka Jubaland waa qaldan tahay Puntland waa qaldan tahay Soomaaliland waa budugar u tuman xasan xasan harta madaxweyne Maxamed Islaam shirkaasi inuu qaadacay oo asaga meesha asan madaxweyne ka ah Jubaland qofka afkeeda ku hadli kara waa madaxweyne Axmed Madow madaxweyne Axmed Madow hadda shirkaas meel ku qaadacay anay markii yani war suuqeedka iyo baraha bulshada laga tagay meel shirkaas ku qaadacay oo wiiray shirkaas ariga yani waan ka baxay ama waan dhalisanahay ama lamas ama ma ogoli in meel ku yiri aanu qoto mahayn doodaha dhaxmaraya muxuu ahaay isteedyada iyo dowladda dhex ama golaha dhaxmarayana hadba meel bay joogaan mari karaan xali ra'iis wasaaraha dalka ayaa wuxuu qabtay statement ama shir qabtay jaraa'id muddo Soomaaliyeed wuxuu la wadaagay wuxuu yiri shirki wali waa socdaa madaxda dowlad goboleedana wada tashi
أي محوها أي كجرا دكتور تشانيا مدحوين محا إسلام حسين حوت قبة قالوا يستوزير هذا معلم تقنيسته وشير دق دق ويري أسأل حوت هلا يا ولا تشيا يوحي أن ولا يستوي حديث قيمت إنه لا تشهد أي ماش أتري كوي مرك كون مم قناة إلا وكل كاي وان إمام دونا هذا أنه حوت هاي واسو نقرام جي ولا تشيا آه أنت مرك الجديد أيه ولا قلب كان صحن قلب كان آخر دن كسانا إلى تأتي له لما كرتين لكن ده مركا جعل أي محو هاي ملاحتني ما ظهر عررتي أما إن الدول الصومالية وشقينا يا شاشية وشقينا يا أو حي ربان إن بلا وهرب يعني لو كل كعو لو كل كعو أنا يا دوحي كفاية إذا ما جرن كرو إن شركة لو كل كعو هل كاس إيه تاني مركو هربا هل كاس إيه أسلام شركة سوى أنا وحن لا يوم وتشيو أدي وتشيو أدي وين إيمان دونا وإيمان دونا لكن ذات حلبانا وبضم أي أركهاي أو عاد وريسني سنو أجان إمانا يا أما مالك لك هلا أو أي جد ذلك الصومالية محوا حلبان وهاي حكة إلا إن ذلك الصومالي إنه بربور شو اسمه حلبان ذلك قرن مسؤوليت وهاي ذلك إنه بربور كتلنا أنا جم أوجن حلبان بدل نوا وريسنا إتهاد أنكون راعو مدحوين عبد العزيز لفت كرين سيد مقدش لو كان محو عبد العزيز وضع تشك بين أبو وأدي وهاي محو عام نكلي راهدو أحمد قرقر لو سمريب وادي واي ما احمد مدوبك كل جي صوت الشيء ودري والله هرتا قفكا وخا لا يابا ترادا مربا ميل باي وجوقتا وخا لا يابا احمد قورقور اني حمر او دماتي وتشيس حمر كودا لا يابا هي عبد العزيز لفتغي المدة لها يوم ماشى سجوا ضد أي أتقين رئيس وزاري ذلك أتقي وضطش أيان هو هاي جلاب وجري سيرنا بيدا أي دود قايب كلمة أتقتي طبيعها سلوك تعلق دري ضد بدن برمش وتجي رئيس الوزراء وكجرا يحل بعنا هم تصور تلاقي سد مش وصورة مشت مدحوينا يخاد كتلفون قوة حلا حرب أمريكا مدحوين أحمد محمد أحمد إسلام حرق وياه إنه جب لا نتطلع ضدك ومثلا ورصات الشلة يمسودين تروح كم قن حقوا ليه لكن هذا واحد دول سواء هاي إن أحمد مدوب وسو استاج ومقال إسكو صدوب ويراه الشركة والوكالة كعي سداس به مايا وحن أبنا يقفك أو شركة معها مقتها يقود سرد معها مركي شركي هرا سان أنا وأبنا هي أما قفك ضدك أو أي وح كتجان موقف هو وعد يعني قفك شر جرا أنتو قبتو مدة أما شعبك مثل الله ذو حيرة وحاس وحاس عن طبنا وحاس وحاس وعد الله حلي شيء اسمان برو شيء اسمان برو مركي شركة وفشل من شركة إن وك لك عي وحد عاد سار معه إن ولا تشي اللي بلا والله بتي أو لإسكومري واي قضى بلقى ويجرتها شركة جودة هني أنا وكل كأنه دبها لسوس الله لكن إن الاسم رواية شركة رئيس وزراء وشيء حقوق صعد ما يقام على الموضوع مقدش لجو وشير سعينين كلية واحد ربنا دولة الحق دور شذا محاكو الريحية وقت جي وقت لما هذا دور شقف في عدم مدد اللي قش قين لها أنا والله صوت عافي أحمد جوانك أوقاتي بشهر نوفمبر إن دور شقف على ما المها صوص عتنا جودي جي دور شذا جبلان لما قعابه دولة الحق محاريحية waxaa dastuuriga dalka in dadka shacabka ah maadaama 30 sano in ku dhaw ama 20 dhowr sano as hadba ay maraysay qof gacantiis ama koox gacanteed oo kooban ama shasheeyo wax maamulaad hadda shacabka in la gaarsiiyo dastuuriga golaha shacabkaana ogolaaday in la gaarsiiyo hortaas waxaan ka wadaa waa horumar dalka loo horseeday waxa ku soo haray dowlad goboleed علي وحال ربع دولة قوليدة أنا ربع رسول الله وحادل كان وادل حرقة وديمقراطية وغفك سوماليقة إنو حسي حرية دا وحقود دورتا أساقنا اللد دورتا وحرية قنول هذا ويعني حرية قدقنا هذا وحرية الصحافة لسي ويعني وحكست إمكانيات وقفكاسي أو يعني حرية ديسكو سافسن إنه ليش يسال بل كان يعني قفكا ومدح بناية دولة قبل هذا دورش لا أيها من أبائنا كوشة دولة قبل هذا الدستور قال أني وحنكم مدح هاي ما لحد دولة قبل هذا بالله وحراء أذيال أيها وحقرائي وحي ربان دولة قبل هذا إن أي آك حرتان أو غفل بق أنت غفل ليستقال إني ورقة قاط
xildhibaankii reerka matalayay oo reerkaasi inuu matalo rabay ay gacantiisa qoriya yaa aniga ila jooga ay yidhaahdaan oo ay doorasho ayaga og yihiin oo doorasho ayaga inay madaxweyne noqonayaan ay og yihiin oo ah isku caarashubkii aan baraha bulshada ka maqla jiray inay sameeyaan ay rabaan oo shacabkii meeshaas deganaa xuquuqdiisa marnaba aan la siinin oo aan dadkii kuraasta iska lahaayo golahaas oo yacni wakiilada ee dowlad goboleedyada aana lagala tashan waana dhacday way soo marta waa la hubaa oo dadkii yacni la abuse gareeyo oo aysan hirin xuquuqdooda dowladda dhexna midaas ka soo horjeedaa oo dadka fiiri aan si daah furan madaxweynahaasi ay dad inta la tartamaan baanalka yimaadiin qofka bareerihiisa u caddeeya qof kale u caddeeya lagu tartama la yihahdo wareegii koowaad la yihahdo wareegii labaad yani sidii madaxweynaha qaranka lagu doorto kale soo moogeed way saas ayaa horta doorasho la yihahdaa waxay marka dig iyo dab uleeyihiin waxaa weeye in ay inta qol ku xirtaan ay yidhaahdeen 70-ka ama 80-ka isaalka ama 90-ka ama 90-ka iyo qoran haye xamar ay u qoran ama ay meeshooda ku qoraan aag xirtaan aaggaas kadib isku caano shabaan ay yidhaahdeen hebelaa soo baxay ama ay yidhaahdaan wiil uu adeer u yahay ama nin kule qaraabiyan u yidhaahda ama nin ay saaxiibeen u yidhaahda garab istaan way sheekh cismaana waxaan noo muuqanaysaa in dhaleysha dowladda dhexe aad ka warwareegeyso dowladda dhexe waxaad ka hadashay doorashada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexba burburkii kadib wax intaan lagu soo gaaray waa doorashadii dadbanayd iyo nidaamyadii kala duwanaa ee marba heer la soo maraayo dowladda dhexe waxay caqabad iyo culays saartay sida muuqatay doorashadii puntland ka dhacday ee siciid cabdulxaydan kusoo baxay mudane koonfur galbeed cabdicasiis lafti kareen sida hadda muqdisho lagu keenay kaagama sheekeynayo axmed madoobena waa baxay puntlandna waa maqnaa madaxweyne xasan dhaliishiisa in la sheego ee dadka fursadda uu siiyo ee wadatashiga rasmi laga dhigo go-aan aan laga dhigin maxaa lagu diidan yahay waxaa rabaa inaan ka hormaro saciid cabdullahi dane saciid cabdullahi dane doorashadiisa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaaraha ma ay hor istaagin meesha waxaad og tahay garowe in ay ku dhinteen 30 ruux dad gaal ay ku dhinteen sheekh cabdullaahi danay in markii waktigiisa uu dhabsi uu ula diriraayo ninka la yidhahda farmaajo dowladdiisii oo halkan hub ula imaanay oo horey gaal u socday oo halkan ka tartamay ayaa mar labaad wuxuu damcay in puntland uu isku caano shubo waxaa ka hor yimid ururadii markaasi ama xubnihii mucaarka ka hor yimid in uu ku shubto inuu isboqrow ayuu isku dayay waa laga hortegay dowladda soomaaliya marka waxay ka hadashay in meeshaas dhiig ku daadanin in puntland burbur uusan u imaanin kursi jacayl dartiis in yacni si xorriyada loo tartamo in puntland dhibaato ay ka dhicin bay ka digeen mudane puntland doorashadii ka hor doorashadii saciid cabdullaahi dinay ka hor puntland waxaa ka dhacay ma la socotay in degmooyinka doorasho gola deegaana la qabtay qeybo ka mida ma la socotay in dowladda dhexe culays fara badan ay saartay doorasho qof iyo coda inaysan ka dhicin puntland ma la socotay waa la socday laakiin firi saciid cabdullahi dinay wuxuu rabay ururadaas isaga oo degmooyinkaasi laga soo doortay inuu doorasho ku galo nimanka mucaaradka ahee markaas la tartamayeen waxay lahaayeen suurogal ma aha ayada oo muxuu ahay aan ahayn teeramkan teeram ka dambeeya oo ay doorashada waqtigeeda la taagneen ee muxuu ahay ama urur ama axzaab ha lagu galo tan heshiisku mani inay lahaayeen sidoo kale dastuurkii puntland ayuu wax ka badal ku sameeyey ayuu xilliga doorashada waqtigiisa u dhamaayay gebageba tahay waxaa la yidhi looma dhamo dhegeysiya waxaa saciid cabdullahi dani fiiri wuxuu leeyahay dastuurka qaranka looma dhamo dastuurka puntland oo hal stateda ayaa nimankii doorashada kula jiray oo yani xisbiyada qaar ku heshiin waaye dagaalku waxaa keenay war waxaan gacantaadaad ku sameynay markii dambena saciid cabdullahi dani xeendaabkii waxaa lagu soo celiyey sharciga doorashada dadbanayd markii lagu soo celiyey haddana de ilaahay baa u qadaray waa la doortay wax kadama hadlaa meed aragta waxaan rabaa waxaad aada ugu soo celcelisay doorasho qof iyo cod in la qabto puntland geed dheer iyo mid gaaban waxay u fuushay in ay dhammaystirto golaha deegaanka oo doorasho qof iyo cod la qabto muddo koobanna lagu qabto dowladda dhexe iyo dagaalkii ka dhacay madaxweyne xasan uu yidhi puntland haddaanan wax iska qabanin 24 saac ku burburaysaa
دولة الحياة دي دور الشقة في عدد ذلك إنه يكتل على ذي ربطه قلت لها المحينة نقعان أسيني أرتا دور الشقة ملكي لقضايا مدحوينها قران كان مجان قوية رئيس وزارها مجان قوية نيكا ليرا معمول قولين مجان قوية قد يعني الله صار التقنكال أي الله صار قد يقع صد مدحوين دولود وحي قطلق شئني قد يقع سكسوة تربي حيا هداي إلا قد يقع سي وقت يقع صورة قلمة oo doorashada hal sano iyo 8 bilood ama 2 sano ama 3 sano lagu qaban karo haday yiraahdaan gudigaas talaysato ayaa la raacad ii jeerba waa gasta cidda xaq u leh in tiraahdo waa la qaban karaa ilaa ma qaban karo waa gudigaas oo yaani ka tala qaadanaysa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe gudiga Puntland aad marka waxa la rabaa hadda doorashada dawladda dhexe dhahayso doorashada waa la qaban karaa qof iyo cod oo ay maamul goboleedyada intooda badan ku raacsiin aadad siyaasiyeen yaa ku raacsan hadiyad diidan jublaan hadiidan maya mid diidan maya mid diidan jublaan madaxweynaha hore ku saxay markii shirkan laga tagay dad buuq ah oo yar ka dhashay kor wuxuu u soo xixay hay waa socon weysay maya hadda socon wala ma gaarin bahay waa la soo dhaafay hadda julaay golaha deegaanka doorashadeedii madana sheekh ismaan waa la soo dhaafay maya wixii qabsoon way waan u nimid ku rabeeyay waxa laga yaabaa in golaha deegaanka iyo dhamaan qorshihii yaani qofii codka in lagu qabtaa laga yaabaa inta halkaan halka isla bilow waay dowladda dhexan markii waxa la rabaa qorshahaasi waa la soo jeeday laakiin qorshahaas bareerihiisa iyo balaankiisa waxa kale gudigi hadda waxa la isku hayaa waxay tahay gudiga hal magacaab heer federaal heer dowlad goboleed balaanka inoo keenaa waay kaag waay waa mahadsan tahay arintaas halkaas aan kaga harno wixii soo baxwaan arki doonaa ee Puntland ee Jubaland wixii ka soo yeero